ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن كل الكريم بلاشز اللي انا استخدمتها. هما بالظبط 7 انواع، كنت بحاول الانواع اللي انا اجربها تكون افوردبل، يعني سعرها يكون متوسط او رخيص تمام، يا اما انها تكون حاجات مشهوره الناس كلها بتتكلم عنها واقول رايي فيها هي كويسه ولا لا. وعايزه اقول على حاجه مهمه جدا، انا هتكلم عن كل منتج وصفه بالظبط ايه وهو شكله ايه وسعره ايه، وانت ليكي حريه الاختيار. شوفي انت بتحبي انهي ستايل لشكل الميك اب، وانت روحي اشتري البلاش اللي انت شايفاه بيحقق الحاجه اللي انت مستنياها. فاهمين قصدي؟ يعني انا هقولك ده مثلا بيعمل كذا وكذا وكذا وشكله كذا، وده كذا وكذا وكذا وشكله كذا، وانت قرري انت هتشتري ايه. يعني انا مش هاجي اقولك روحي اشتري كذا، لا، انا هشرحلك وانت شوفي الانسب لك. وفي اخر الفيديو انا ممكن اقول لكم ايه اللي انا ما بحبوش خالص وايه اللي انا بحبه وبستخدمه دايما. اتفقنا؟ مع العلم ان انا هعمل لكم فيديو كمان هتكلم فيه عن البلاشز الباودر اللي انا جربتها، عشان انا جربت برده يعني بلاش باودر كتير قوي، والباودر بلاش عندي اكتر كمان من الكريم بلاشز. يعني يلا بينا نبدا الفيديو دلوقتي. خلينا نبدا كده بشويه معلومات عن الكريم بلاشر عموما. في ناس بتقول ان الكريم بلاشر بيثبت ثبات اكتر بكتير من البلاشر الباودر، وفي ناس بتقول العكس. مبدئيا هو مفيش حاجه اسمها كده، لا ده بيثبت اكتر من ده ولا ده بيثبت اكتر من ده. نوعا ما ساعات الحاجات الكريمي بتبقى بتمسك اكتر في البشره من الباودرز، ولكن خليني اقول لكم ان هي بترجع للمنتج نفسه، البيجمنتيشن بتاعته عامله ازاي، الكواليتي بتاعته عامله ازاي، طبيعه المنتج نفسه عامله ازاي. فساعات هتلاقي ان باودر بلاشز مثلا بتطير بسرعه جدا، وفي باودر بلاشز بجد بتقعد كتير قوي، ولما اكلمكم عن الفيديو بتاع البلاشرز الباودر هكلمكم عن حاجات زي كده كتير. ومع ذلك برضو الكريم بلاش نفس النظام، في حاجات بتقعد كتير جدا ممكن تقعد معاكي على مدار اليوم، وفي حاجات انت بتحسي بعد ما بتحطيها مفيش ساعتين ثلاثه بتختفي. فما فيش حد يقولك ان ده احلى من ده، لا، هو انت لما تحبي تشتري بلاشر عموما اسمعي ريفيو عن البلاشر نفسه اللي انت ناويه تشتريه، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، الكريم بلاشر عموما لما بتيجي تستخدميه على بشره دهنيه ساعات كتير قوي بيكون معرض ان هو بيدهن حبة، وساعات ان هو بيروح اسرع بكتير من على انواع البشرات التانية. يعني لو انت بشرتك دهنية هتلاقي ان ثبات البلاشر مع الزيوت والدهون والحاجات اللي بتطلع من البشرة دي على مدار اليوم خصوصا في الصيف ان هو بيبتدي يروح مع الوقت، وشكله بيبقى نوعا ما مزيت اكتر بكتير من البشرات التانية واكتر كمان من الباودر بلاش، تمام؟ فدي حاجات كنت بس عايزه الفت نظركم ليها. ودلوقتي خلينا نبدا بانواع البلاشر اللي انا هكلمكم عنها. اول حاجه هتكلم عنها هو البلاشر بتاع ايفون، ده تقريبا لسه نازل جديد، هو اسمه ايفون كريم بلاش، بس كده يعني ده اسمه. الدرجه اللي معايا دي اسمها ورم فلاش، هو سعره اقل من 150 جنيه، بس يعني انا مش قادره افتكر سعره بالظبط بصراحه، فعشان مش عايزه افتي، ولكن هسيب لكم لينك البيج في الديسكربشن بوكس اللي انا بشتري منها حاجه ايفون عموما، تقدروا تاخدوا الكريم بلاش ده لو عجبكم منها. المهم الدرجه ده شكلها، انا بحب الدرجه دي قوي لان الدرجه دي بجد بتليق عليا، فلو انت نفس درجه بشرتي الدرجه دي هتليق عليكي قوي. طيب ايه بقى الشرح او الوصف بتاع البلاشر ده؟ مبدئيا دي البيجمنتيشن بتاعته، وانا زي ما انتم شايفين باخد كتير جدا 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 منه عشان خاطر هو يعني البيجمنتيشن بتاعته مش اقوى حاجه في الدنيا، بحاول ان انا اعمله لكم في مكان يكون باين شويه، لان هو بصوا بعد كل الكميه اللي انا خدتها دي فالبيجمنتيشن عامله ازاي، تعتبر يعني حاجه ضعيفه قوي قوي قوي، ولكن بتظلي شايفه اللون. يمكن الكاميرا مش هتوضح ده للاسف، عشان انا كمان مش بستخدم رينج لايت وكده، ولكن هتلاقي فرق. يعني بصوا مثلا، عايزه اخليكم تشوفوا الفرق ما بين ايدي من هنا ومن هنا، هنا باين ان في ورم بلاش فعلا، في بلاشر دافي على الايد، ولكن هل هو البيجمنتيشن بتاعته قويه؟ لا، هو البيجمنتيشن بتاعته تعتبر ضعيفه، مش متوسطه، هي ضعيفه. طيب هو من وجهه نظري انا شايفه ان هو مناسب للناس اللي بتنزل شغل كل يوم، بتنزل مدرسه جامعه، حد بيضطر ان هو يحط مكياج كل يوم، او البنات اللي بتحب النو ميك اب ميك اب، او انت مثلا ما بتحبيش تحطي مكياج خالص، فيا دوب انت عايزه بس تحطي حاجه تدي بس احمرار كده لبشرتك وتكون دافيه واللي هي منها في بشرتك كده. يعني عارفين لما انتوا مثلا تجيبوا بلاشر البيجمنتيشن بتاعته قويه وتيجوا تحطوه تفردوه،
ده بقى كأنه جاي لدرجة مفروضة على طول وهي على وشك، فاهمين قصدي؟ فده بس الشرح بتاعه علشان انت تشوفي انت ناوية تعملي ايه. فلو انت بتحبي البيجمنتيشن القوية ده مش هيعجبك، لو انت بتحبي اللوك الطبيعي اكتر وبتحبي ان انت تحسي كأنك اللي هو حاطة حاجة خفيفة كده واللي هو حاجة منها في وشك اصلا، ده هيبقى مناسب جدا. ثباته مش اكتر حاجة قوية في الدنيا يعني، هو بصراحة ثباته بكتير 3 ساعات وبيختفي. فبس يعني ده بالنسبة لأيفون بلاشر ماشي. وزي ما اتفقنا هسيبلكم لينك البيج اللي انا جبتها منها. بعد كده بلاشر مشهور جدا ده اللي هو شي جلام، الدرجة اللي معايا اسمها سوايب رايت، هو في درجات منه كتير قوي، واكتر واحدة تقريبا مشهورة لاف كيك، ودي من اسوأ الدرجات اللي شفتها في حياتي. يمكن سوايب رايت من وجهة نظري من الدرجات اللي تعتبر كويسة لان ما فيهاش كمان جلتر، لو انت بتحبي الجلتر دي قصة تانية، فعشان كده بقولك في درجات فيها جلتر، ده درجة ما فيهاش لان انا اكيد مش عايزة جلتر على وشي وانا بحط بلوش. فانا كنت عايزة بس اوريكم النقطة واحدة بتعمل ايه. يعني بصوا فيه ده البلاشر بتاع شي جلام على فكرة، كنت حطاه وفرداه، بصوا نقطة صغننة، انا يعتبر شبه مش حاطة حاجة بجد. بصوا بقى بتعمل ايه. انا بالنسبة لي كأزيس حاجة زي دي مش ميزة، يعني انا مش عايزة ابقى وانا نازلة احط نقطة صغيرة اقعد افرد فيها 100 سنة بالمنظر ده، ده بالنسبة لي مش حلو، وبشوف ان شكله مش طبيعي بصراحة. يعني انا شايفة ان هو مش اكتر حاجة طبيعية على الوش. لو انت بتحب البيجمنتيشن القوية او بتحطي فول ميك اب ساعتها ممكن شي جلام ده يعجبك، ولكن حد بيحب اللوك الناتشرال حاجة تتحط از everyday ميك اب روتين، انا بالنسبة لي ده نو no. مش دي الحاجة اللي انا هروح استخدمها. ثباته من 5 لـ 6 ساعات، طبعا هو بيخف على مدار اليوم ولكن بيظل موجود، يعني مش هتلاقيه اختفى خالص، بس ثباته والكواليتي بتاعته والمنظر على البشرة، وده غير ان هو كمان بيدخل ساعات في مسام البشرة، يعني لازم تحطي برايمر قبله لو انت عندك مسام عشان هو فعلا بيخش في مسام البشرة. على الاقل درجة سوايب رايت، يمكن في درجات تانية الناس جربتها تكون احسن، الله اعلم انا معرفش، ولكن انا ده اللي حصل معايا في بلاشر شي جلام، ويمكن من الحاجات القليل قوي اللي انا بروح استخدمها في وانا خارجه، خصوصا انا حد بينزل كل يوم يعني. فلما بحب ان انا استخدم حاجه بلجا اكتر للايفون لو انا خلاص نازله كل يوم وعايزه حاجه تبان طبيعيه، او يوم مش ناوي احط فيه ميك اب، مع العلم ان انت لو حطيتي فاونديشن او كونسيلر او حطيتي بيبي كريم ايا كان هيبان شكله اوضح بكتير من ان انت ما تحطيش يعني منتج قبله، ولو حطيتي برايمر هيبان اكتر. اللي انا بقى شايفه ان هو بديل حرفيا للبتاع شي جلام اللي هو مايت سينما. شي جلام سعره اقل من 200 جنيه لما انا اشتريته، حاليا ما اعرفش سعره وصل كام، بس بعد سعر الدولار وسعر اللي هو الاستيراد والتصدير والكلام ده كله هتلاقي سعره عدى 200 جنيه، اعتقد. فبالنسبه لي البديل الارخص واللي حرفيا نفس الحاجه بالظبط هو مايت سينما. مايت سينما كان ممكن اقول عليه ان هو مش عاجبني لولا بس ان هو سعره كويس وبيعه كتير. بصوا بقى مايت سينما برضو عشان هو فيه نفس الفكرة ان هو بيجمنتيشن قوية زيادة عن اللزوم من وجهة نظري. يعني بصوا الحتة الصغننة دي انا بحاول بقى ان انا افردها، يعني انا النقطة اللي هي بتبقى حرفيا على الغطا دي انا بحط كده بس وافردها على خدي، وبالنسبة لي ده كده اللي هو ايه كفاية يعني تمام. انا شايفه ان الدرجه اللي هي هقول لكم درجه كام، 203 هي البديله لسوايب رايت بتاعه شي جلام. بالنسبه لي هو ارخص بكتير، هو سعره تقريبا 45 50 جنيه بالكتير، وهو بيعه كتير جدا جدا، فهتزهقي اصلا وهو عندك. فلو انت عايزه محتاره عايزه تجيبي شي جلام وتجربيه ومستغلياه او مش عايزه تقعدي تستني كتير، لا روحي هاتي مايه سينما. ثبات مية سينما برضو نفس النظام نفس كل حاجة، من 5 لـ 6 ساعات، وتحسي برضو ان هو بيخف مع الوقت، ولكن شكله طبيعي اكتر بالنسبة لي من شي جلام. يعني انا بحس ان وانا حاطة ده ان هو شكله طبيعي اكتر من بتاع شي جلام، ولكن يظل مش احسن بلوشر بالنسبة لإزيس. ماليش دعوة انتوا بتحبوا ايه او ما بتحبوش ايه، لكن انا عشان جربت حاجة انا بحبها وعارفة ان هي حلوة من ضمن الحاجات اللي هقارن فيها النهاردة، بالنسبة لي ده مش احسن حاجة، ولكن يظل اختيار كويس. البلوش اللي بعد كده وهو بتاع الف، هو ستيك بلوش كده وكريم، يعني هو فيه جليتر من جوه
وانا ضد ان انا احط بلاشر فيه جليتر، يعني انا مش بحب كده الصراحة. ولكن اللي حصل ان هو كان فيه جليتر، فعايزة اوريكم شكله. بصوا ده لونه، الدرجة دي اسمها سباركلينج روز، وهي فيها زي جليتر كده. عايزة اوريكم شكله، انا شايفة ان هو ينفع كاي شادو اكتر. هو طبعا الجليتر مستحيل يبان في الكاميرا، انا اصلا معرفش انتوا الكاميرا هتبين لكم حاجة ولا لا، عشان انا مش بستخدم رينج لايت، بس هو ملا ايدي جليتر وانا بصراحة مش بحب كده، وشايفة ان ده ابعد ما يكون عن اللوك الطبيعي. فلو انت عايزة تستخدمي مثلا حاجة زي كده، ممكن تستخدميه كاي شادو هيبقى كويس قوي، او تستخدميه از هايلايتر، بس هو اصلا كريم بلاش يعني. عايزه تستخدميه كهايلايتر ممكن، لو انت بتحبي اللوك بتاع الجليتر على وشك وحاجه بتبرق كده وباين ان في بروبرق في وشك، هاتيه. لكن انا بالنسبه لي نو، اتس ا بيج نو، ما عمري ما استخدمه. طيب الحاجه اللي بعد كده، وهو البلاش بتاع كاريتي، ده شكله او كارت، انا ما اعرفش بيتنطق ازاي بصراحه. دي درجة 3، دي بقى لونها على اورنج. انا بصراحة كنت متحمسة اجرب درجة زي كده، ما تسألونيش ليه. ده نفس النظام، بيجمنتيشن قوية زيادة عن اللزوم، لدرجة ان انتي لو افورتي هتحسي ان انتي شكلك شبه الهنود الحمر. فيكفيني هذه النقطة الصغيرة. بصوا بقى شكله، طبعا ده حاجة فانتازيا شوية، يعني انا مش عارفة مين فينا ممكن ينزل بلون اورنج، ولكن لو انتي بتحبي الدرجات دي ممكن تليه على بشرتك، هاتيه. الثبات بتاعه اعلى شويه من مايه سينما، يعني ممكن يوصل مثلا لسبع ساعات، فممكن تجيبي كارت بس درجه غير اللي معايا. يعني ده شكله، شوفي انت الدرجه دي عجباكي ولا لا. الكواليتي بتاعته عاديه، بس انا لذيذ ماليش دعوه باي حد تاني، انا مش بحب البلوش اللي بيبقى عامل كده. يعني انا بالنسبه لي اللي هو ده تضييع وقت، ان انا لو صحي الصبح وخدت نقطه زياده من البلوش اقعد امسح وبهدل وشي وبهدل الدنيا، دي مش بالنسبه لي مش حاجه حلوه. انا بحب فكره ان البلاش يبقى متوسط، تغطيته متوسطه بمكمنتيشن عاديه جدا، وانا لو عايزه ازود هزود. ما بحبش برضو الحاجه اللي هي البيجمنتيشن ضايعه خالص، ده بالنسبه لي مش حاجه حلوه. ولكن انا مع مبدا لو انا عايزه ازود هزود، انت ما تغطيش بمزاجك. ده كان سعره برضو ما بين 45 ل 50. البلاش اللي بعد كده وهو الليكويد بلاش بتاع اماندا، ده سعره 120 تقريبا حاجه كده. في منه درجات كتير، انا جبت الدرجه اللي لونها احمر دي عشان خاطر انا ما كانتش عندي قبل كده. انا ده بقى مش هعمل له سواتش اصلا. ده البومب بتاعته دي كارثه، انا مش بهزر، هي كارثه. فانتي لو دوستي دوسه واحده هو هينزل كميه، ابقي قابليني بقى لو وزعتيها. تمام، ده انا شايفه ان هو على قد ما هو تقيل قوي كده، بس هو ثباته ضعيف، من ضعيف يعني متوسط لضعيف، يعني بالكتير اربع ساعات ثلاث ساعات وبتحس انه ابتدى يخف وكانه مش باين. شكله مش طبيعي ومش فيك، يعني شكله اللي هو بين البنين، ولا انت تقولي ان هو فيك ولا ان هو طبيعي، حاجه كده عاديه يعني. هل انا بحبه ولا لا كأزيس؟ يعني بصراحه لا، يعني حتى هو اصلا شبه مليان على اخره، وانا مش بستخدمه كتير ومش الحاجه اللي انا بلجأ لها. شايف ان هو عادي عادي، يعني لو انت بتحبي حاجه زي كده تمام، وبالنسبه لي شكله مش اكتر حاجه طبيعيه على البشره. اخر بلاش بقى، وده اللي انا بحبه واللي انا تقريبا ما بستخدمش غيره وما بحبش استخدم غيره، هو جولدن روز كريم بلاش. ده كريم بلاش ستيك، ده تقريبا اروع واحلى كريم بلاش استخدمته في حياتي، واللي من بعد ما اشتريته انا بصراحه ما بقتش استخدم حاجه تانيه. دي الدرجه بتاعته، الدرجه بتاعته لايقه عليا قوي. دي درجه 108، هو سعره 150 جنيه. تمام، ممكن تلاقيه اغلى ممكن تلاقيه اقل على حسب المكان اللي انت بتشتريه منه. انا اشتريته من امازون. في درجات بقى كتير، انت شوفي الدرجه اللي تعجبك وشوفي سواتشات ليها على النت قبل ما تشتري. بس الدرجه دي لو انت نفس درجه بشرتي دي هتعجبك قوي، اللي هي درجه 108. ده بجد تحفه، ثباته حلو قوي، ثباته ممكن يقعد لسبع ل 8 ساعات، طبعا بيخف مع الوقت وكده، وثباته في الشتاء حلو قوي قوي قوي، وبجد بيبان طبيعي كاني يعني دي بشرتي، كان انا فعلا لوني احمر كده او لوني البينك اللي انا مختاره ده، ودرجه البينك بتاعته باينه طبيعيه. انت اول ما بتحطيه للوهله الاولى بتحسي ان شكله عادي، شكله اللي هو كانك حاطه مكياج. تسيبيه بقى لما يعني تديله ساعه ساعتين ويندمج كده مع البشره والبشره تشربه كده ويتلغلغ كده مع كونديشن بشرتك، بتحسي ان هو بجد طبيعي جدا. ده تقريبا احلى كريم بلوش استخدمته.
طيب خليني بقى اديكم بريف سريع. ايزيس بتحب ايه وايزيس ما بتحبش ايه. ده اكتر واحد عندي ممكن اديله 10 من 10 تمام، علشان لو انتوا بقى محتارين من ارائي كتير دي. تاني بلاش بالنسبة لي هيكون اللي هو مايت سينما، لو انا عايزة احط حاجة كده مثلا في يوم مثلا عندي مناسبة، عندي خروجة بالليل كده، هحب قوي ان انا احط اللي هو المايت سينما تمام. تالت واحد بالنسبة لي حلو هيكون الايفون، ده بحب ان انا استخدمه اكتر في الشغل عشان انا عايزة حاجة تبان انها طبيعية، او لو انا نازلة الصبح كل يوم بالنسبة لي ده يبقى اختيار ممتاز. بعد كده هيكون الشي جلام، شايفة ان الشي جلام يعني ممكن يجي في الرقم 7 كويس يعني ماشي حلو، بس انا مش من مفضلاتي. بعد كده الكاريت عشان خاطر لونه مش بيليق معايا، مش عشان كواليتي، لكن لو انا هقارنه ككواليتي انا شايفة ان هو لا يختلف في شيء عن اسمه ايه ده شي جلام وعن مايت سينما، يعني حاسة ان كأن الفورملا واحدة. هو يمكن ثباته اعلى حاجة بسيطة، بس اللي هو عادي يعني معرفش، لو لو لقيتي مايت سينما هاتيه، لقيتي كارت هاتيه، في الحالتين نفس البلاش. بعد كده هيكون الليكويد بلاش بتاع اماندا، اللي هو بالنسبه لي حاجه كده ممكن عشان خاطر بس صباحيته ما تنتهيش وما يتركنش ماشي هبقى استخدمه، انما انا بالنسبه لي هو مش اكتر حاجه مفضله في حياتي. اخر واحد خالص هيكون الالف، وده انا ما بحبوش اصلا، فدي كانت وجهه نظري وده كان شرحي للمنتجات يعني، وكل واحد دي حريه الاختيار. انا شرحت لكم وعرفتكم البيجمنتيشن عامله ازاي وانتي اختاري اللي يناسبك، وقلت لكم رايي الشخصي بعيد عن الشرح العادي، وانتي اعملي اللي انتي عاوزاه تمام. عايزه بس اقول لكم روحوا اعملوا فولو على انستجرام عشان بينزل يعني حاجات تقسيم سكين كير ميك اب، بس مش كله لان المكياج بيأكسس فما ينفعش فيه التقسيم، فحاجات قليله قوي اللي بقسمها ميك اب مثلا زي لوس باودرز او كده، في كوتي اير سبون. بس يعني اعملوا لايك وشير واعملوا فولو على الانستجرام، وبس كده اشوفكم الفيديو اللي جاي.